تريد الصغيرة هذه المرة؟ أوهو، بطاطس مقلية رائعة. من السهل جدا تحضيرها. دعونا نبدأ بسرعة قبل أن تبدأ إيلين في البكاء مجددا. لننطلق. سأبدأ بسكوير قليل من الزيت في المقلاة. هذا قليل جدا. أنا بحاجة إلى الكثير من الزيت. هذا أفضل. الآن أشغل الموقد وأنتظر حتى يسخن الزيت. أحتاج إلى طهي وقليل بطاطس. هذا ما سأجهزه لأختي إيلين. سهل جدا، أسكب كل شيء. لا، رغيف الزيت الساخن ينطلق مباشرة. إيلي، لم يكن عليك ضبط الموقد على أعلى مستوى. الآن ستحترق كل البطاطس. لا تفعلي ذلك مجددا. دعني أساعدك. اتبعي خطواتي. سكبت بعض الزيت في المقلاة وشغلت الموقد على طاقة متوسطة. الآن أضع البطاطس وأنتظرها. كل شيء جاهز. تبقى نقلهم إلى الطبق. يا لها من بطاطس جميلة. شيف، هل ترغبين بتجربتها؟ لا، هذا فظيع. لا أريد أن أجادلك. أحتاج إلى إضافة بعض الكاتشب مع البطاطس المقلية. يا لها من صلصة لذيذة. أتممت كل شيء. ماذا لديك؟ تريدون أن تطعموا هذا إلى إيلين؟ سوف تتسمم. الآن سأريكم كيفية طهي البطاطس المقلية اللذيذة. أضع البطاطس على ورق الخبز للتخلص من الزيت الزائد. بعد ذلك أحتاج إلى اللحم المقدد. ألف بها البطاطس. وستكون هذه لفائف لحم مقدد لذيذة مع بطاطس مقلية. صلصة وأكل للجبل وكل شيء جاهز. دعوني أفكر. بالضبط، سأقوم بإعداد بطاطس من المارميلاد. هذا الموز المارميلادي يذكرنا كثيرا بالبطاطس. وبدل الكاتشب سأضع شراب الفراولة. سيكون لذيذ جدا. إيلين سوف تحبه بالتأكيد. دعونا ننتقل بسرعة إلى التذوق. واو، هناك الكثير من الأشياء اللذيذة. أريد أن أبدأ بهذه البطاطس المقلية. إنها تبدو تماما كالرسمة. لذيذة. ماذا يوجد أيضا هنا؟ هذا يبدو أنيق جدا. كم هو مقرف. بطاطس مع أعشاب، هذا ليس لذيذ. وماذا صنعوا لي هنا؟ هذه لا تبدو مثل البطاطس، لكني سأجربها. أوهو، هذه مارميلاد، لطيف جدا. أعجبني. أحتاج إلى اختيار الفائز. اخترت جدتي، أنت الأفضل. كنت أعلم أنني سأفوز. كتفي. لنكتشف ماذا تريد الطفلة إيلين. واو، لفات سوشي. أتساءل ماذا سيحضر الجميع. جاهزون؟ أحتاج إلى أرز خاص. أفتحه وأسكبه في قدر من الماء. أعتقد أن هذا يكفي. جدتي، لا تسترقي النظر. فهمت، لفات السوشي سهلة التحضير. يجب سلق الأرز. لا شيء أسهل. إيلي، ماذا تفعلي؟ لا أعرف كيف أحضر السوشي. من اخترعهم حتى؟ دعوني أصنع بعض السوشي الحلوة. أحتاج إلى الكثير من المارميلاد والكريمة المخفوقة. وهذه العيون الحلوة. أختي إيلين ستحبهم بالتأكيد. سأستخدم كل الحلويات اللذيذة. سيكون شيئا لذيذ وفريد من نوعه. أضع كل شيء على الطبق وانتهيت. من الواضح أن هذا ليس ما أرادته إيلين الصغيرة. سأعرض لكم الآن مهاراتي بتحضير السوشي. أقطع ورقة الأعشاب البحرية وأقطع السمك والأفوكادو إلى شرائح رفيعة. هذا ألذ مزيج في العالم. فوق الأرز أضع ورقة الأعشاب والجبن والأفوكادو، ثم ألفهم. وكل ما تبقى هو وضع السمكة الحمراء بشكل جميل. أقطعهم إلى قطع جميلة. ممتاز، انظروا إلى هذه التحفة. هذا حقا جميل، لكني لا أستطيع أن أفعل نفس الشيء. إيلين لن تحب هذا. علي التوصل إلى شيء فريد من نوعه. فكرة، يمكنني أن أصنع السوشي جادة. أحتاج إلى تقطيع الخيار. أخرج الدواخل وأملأه بالأرز. لنعرف رأي إيلين بالسوشي. شهية طيبة عزيزتي. كل الأطباق غير عادية. أنا لم أكل أي شيء مثلها من قبل. لنبدأ مع هذه. إنها لذيذة جدا. أحببتها. والآن سأجرب هذه.
يامي، لفة سوشي حلوة مدهش. قررت أن أختي إيلين تفوز. الآن ماذا تريد إيلين الصغيرة؟ نحن في انتظارك. أوه، هذه قهوة، كماذا لطيف. دعونا نحضرها. لا شيء أسهل، أحتاج إلى ثلج، سوف يفيد. الآن أخذ شراب الشوكولاتة وأسكبه في الكوب. كم هذا جميل. أصب القهوة جاهزة من ستاربكس في الكوب. إنه الألذ. الآن أنا بحاجة إلى الحليب، هذا يكفي. وبعد ذلك أخفق كل شيء. إيلي توقفي، سأريكم الآن كيف تصنع القهوة. أنا دائما أشرب هذه القهوة الجاهزة. كل ما علي فعله سكب هذا الخليط بالكامل في كوب وأسكب الماء المغلي. أوه، يا لها من رائحة. الطفلة إيلين سوف تحبها. جدتي إيلين لن تحب هذا بالتأكيد. انظري ماذا صنعت أنا. هذا لذيذ وحلو. الكريمة المخفوقة مدهشة، لا شيء أفضل. يمكنني أن أقول أنني فزت. أضع الأنبوب وانتهيت. ارحموني من هذا الرعب، أنتم لا تعرفون كيفية تحضير القهوة. سأريكم. علي تحضير القهوة المطحونة الحقيقية. أخذ كمية صغيرة من البن وأطحن كل شيء في مطحنة القهوة الخاصة. سأحصل على قهوة مطحونة طازجة، سوف تعطي رائحة حقيقية لمشروبنا. الآن أنا بحاجة لغلي القهوة. أضعها في غلاية وأسكب فوقها الماء المغلي. جاهز. أسكب القهوة في كوب ويمكن التقديم. انتظروا، كنت أنسى الحليب. أحتاج إلى خفق الحليب حتى يصبح رغوياً. الآن أصبه فوق القهوة. أوه، ما أجمل هذه الرسمة. آمل أن تحبها إيلين. أها، القهوة تبدو جميلة جداً. أريد أن أجرب هذا. كم هذا جميل ولذيذ أيضاً، يعجبني. إذن ماذا يوجد هنا؟ هذه بالتأكيد من صنع جدتي. آي، مقرفة، لا أحبها. وماذا يوجد هنا أيضاً؟ يا لها من رائحة قهوة رائعة. أحتاج إلى تجربتها. الطعم غريب جداً لي. حان الوقت لاختيار الفائز. إنها أختي إيلي، أحسنتي. إيلين، نحن في انتظار رسمتك، ماذا تريدي؟ أوه، الفطائر، كم هذا لذيذ. عليكم تحضير ألذ الفطائر، دعونا نبدأ بسرعة. أنا أعلم بالفعل أنني بحاجة إلى استخدام البيض لصنع الفطائر. أكسرهم في الوعاء، والآن أضيف الكثير من السكر. أحتاج إلى الكثير. الآن دعونا نخلط كل شيء. جدتي أنا طباخة حقيقية. هل نسيت شيئا ما؟ نعم، الدقيق. أتشه، آسفة، لقد دخل الدقيق في أنفي. إيلي، طلبت منك أن تكوني حذرة. آسفة جدتي. أي، وضعت الكثير من الطحين، سوف أزيل القليل. لطختني مجددا. آسفة جدتي، الآن أصب هذا المزيج في محضر الوافل وأنتظر. لقد صنعت بعض العجين اللذيذ، أسكبه في ماكينة الوافل. ما الأمر يا شيف؟ إذا كنت تعتقدي أن عجينتك لذيذة، دعيني أريك كيفية صنع العجين اللذيذ. لا أحتاج إلى السكر، سأصنع فطائر الكوسة. أحتاج إلى بشرها في وعاء وإضافة البيض والقليل من الدقيق. الآن أمزج كل شيء. ممتاز، يا له من لون مدهش. كل ما تبقى هو خبز كل شيء. وأنتظر. هيا الساعة. الوافل جاهز. أنقلهم إلى الطبق. وهنا يأتي الجزء المفضل لدي، إضافة الحشوة. أوه، جدتي لديها كومة كاملة من الفطائر. يجب أن أضع فوق فطائري شراب القيقة لجعلها ألذ. هكذا. والآن أضع قطعة من الزبدة في الأعلى. لذيذ. يا إلهي، ما هذه الأطباق المملة؟ أنا لدي ألذ الفطائر في العالم. من منا لا يحب فطائر الكوسة؟ أنا أعشقهم. طريقة تقديم مدهشة، وهيا إلى التذوق. إيلين، قيمي أطباقنا. بكل سرور.
ماذا يوجد هنا؟ أوه، التوت! دعوني أجرب قطعة. آي، هناك قشرة بيض في العجين. لا، لا يعجبني هذا، لن أكله. وماذا هنا؟ فطائر غريبة، أحتاج إلى تجربتها. أقطع قطعة. رائحتها غريبة. آي، إنها مصنوعة من الخضار، مقرفة، لا أحبها. أريد شيئا لذيذا، فربما هذه ستكون لذيذة. أها، مدهش! جدتي أنت الفائزة! حقا؟ أنا سعيدة، شكرا حفيدتي، أحبك. لقد دخلتم إلى التحدي الفني، من يرسم أفضل يحصل على الجائزة. هيا نكتشف ماذا أرادت ستيلا أن تهدي نيك. واو، لعبة بوبيت لطيفة على شكل قلب. الجائزة الأولى مذهلة، يمكنكم أن تبدأوا برسم البوبيت. لم يسبق لي أن رسمت بالسكيتلز، يجب أن يكون مشوق. دعونا نفتح العبوة، ولكن أولاً يجب أن أجرب. أوه يا فتيات، هذه سكيتلز حقيقية، لذيذة جداً. أنا من محبي هذه الحلوى. الآن ستأكل كل شيء ولن يكون لديك شيء لترسم به. دعني أريك مهاراتي حول كيفية الرسم باستخدام حلوى السكيتلز. هذا سهل، سوف ألعق الحلوى وألصقها على الورق. انظر، حصلت على رسمة رائعة ومشرقة من الحلوى. فقط ألقوا نظرة على هذا القلب الذي صنعته. نيك، ما رأيك في رسمتي؟ واو، تبدو رائعة. كيف يمكنني أن أرسم بالسكيتلز؟ بالضبط، يمكنني وضع الحلوى في لوحة الألوان. إذا قمت بترتيب سكيتلز حسب اللون وسكبت القليل من الماء، سأحصل على ألوان مائية حقيقية. انظروا. لم أفكر في ذلك حتى. أنا متأكدة أنني سأنجح. يمكنني بالتأكيد رسم قلب لطيف بهذه الألوان. انظروا فقط، لقد حصلت على ألوان ولكن من السكيتلز. مدهش. أنا بالتأكيد بحاجة إلى إضافة المزيد من التفاصيل. ستكون رسمتي أفضل من رسمة آلي. لا تسترق النظر. ستيلا ترسم أفضل مني. سأريكم ما أنا قادرة عليه. كل ما علي فعله هو سكب الماء على رسمتي، وبعدها ستعطي الحلوى لوناً وسيصبح قلبي ملون. أصبح الماء متعدد الألوان. كل ما تبقى هو دهن كل شيء بفرشاة. ما رأيكم بتحفتي؟ هل أنت متأكدة أنها تحفة؟ إنها أشبه ببركة ملونة. أنا أحب أكل السكيتلز، لكنهم انتهوا. لم أرسم أي شيء وما زلت جائعاً. إيلي، شاركيني. لقد وسختيني. حسناً حسناً. هذا مهدئ للأعصاب. ماذا؟ انتهى الوقت يا رفاق، توقفوا، أظهروا عملكم. يا إلهي، نيك، لم ترسم أي شيء، رهيب. ماذا عن إيلي؟ قررت أن تصنع الأوريغامي لكنني طلبت رسمة، هذا سيء. ماذا لدى ستيلا؟ واو، ما أجمل هذا القلب، ويا لها من ألوان زاهية. رسمك بالتأكيد يستحق الجائزة. هزمت الجميع. البوب إيت لك. هاي، أنا سعيدة جدا، يمكنني اللعب عليه إلى الأبد. لكن انتظروا، هذا كان مقدرا لنيك. هذا لك، أردت أن أخبرك أنني معجبة بك. شكرا ستيلا، أنت رائعة. هاي نيك، توقف عن ذلك. أنت أيضا رائعة. لدي جائزة أخرى لكم، آلة العلكة هذه، أتعجبكم؟ إنها لذيذة جداً، عليكم بالتأكيد أن تتنافسوا. لديكم وقت محدد وهذه المرة لن تضطروا إلى الرسم، عليكم أن تجمعوا اللغز. الوقت يمضي. يا فتيات، أنا محترف في تجميع الألغاز، لا تحلموا حتى في التغلب علي. هذا جزء هنا وهذا هنا، ممتاز. واو، نيك يركب اللغز بسرعة، لكن لدي فكرة، يمكنني أن أخذ كل قطع اللغز منه. دعونا نرى كيف سيفوز. اللغز! لا أحد يحب المحتالين. سأكمل اللغز بشكل سريع وأتناول الحلوى مع نيك. اللغز سهل جدا، يمكنني حله بثوان. القطعة الأخيرة هنا، لقد فعلتها بسرعة. ستيلا المغرورة، يمكنني حتى أن أفسد لغزك أيضا، وهكذا سأكون أنا الفائزة. دعونا نذوبه قليلا. ممتاز.
كلا، لقد خربت كل شيء. نيك انظر. إيلي أفسدت اللغز خاصتك أيضا. إيلي لن تفوزي، سأكمل اللغز وسأفوز. أوه، كم أنا متعبة من انتظار عملكم. الوقت انتهى، أروني. هذه بالتأكيد لا تشبه آلة العلكة، رهيب. ماذا عن ستيلا؟ هذا ليس حتى لغز. ماذا حدث له؟ لا أفهم. حسناً، ماذا عن إيلي؟ واو، إيلي أنت الوحيدة الذي أكملت اللغز، أحسنت. آلة العلكة لك، تفضلي. واو، هذه آلة علكة حقيقية، مذهل. أريد أن أتذوقها بسرعة. يا لها من كرة جميلة ولذيذة أيضا. أريد المزيد. أريد كل العلكة دفعة واحدة. واو، لذيذ. ربما سأحاول نفخ فقاعة ضخمة. ما رأيكم بهذه؟ تبدو مذهلة. ستكون مذهلة أكثر عندما تنفجر. هذه الإبرة الحادة يجب أن تفي بالغرض. مضحك جدا. العلكة على وجهك تليق بك يا إيلي. أنا خايفة، لا، شعري وحجبي. لا أنظر وأنا وحش. علي إعادة كل شيء. فكرة مضحكة ليك. يا له من قرف، لقد استعدت شعري وحتى حجبي. أيها الطلاب، أنتم بالفعل هنا؟ كنت أقيس جائزتكم، هذه المرة ستكون التاج. جميل جدا. سأفوز بهذا التاج من أجل ستيلا فقط، لأنها أميرتي. ستكون الأجمل. أنيك، لا تحلمي حتى هذا لي. ماذا علي أن أفعل للفوز بالتاج؟ سوف ترسمون بمستحضرات التجميل. هيا بنا نبدأ، الوقت يمضي. أنا أحب مستحضرات التجميل، سيكون أسهل انتصار لي. أنا أقوم بوضع المكياج كل يوم، لذلك رسم تصميم على الورق باستخدام المكياج سهل. سوف أستخدم هذه الظلال اللامعة الجميلة. هذا يليق بي. الرسم بالمكياج، أول مرة أرى هذا. قلم كاحل، بمساعدته سأحصل بالتأكيد على رسمة رائعة. أحتاج فقط إلى رسم التاج. هكذا. لدي قلم مثله أيضا. سأحاول أيضا رسم التاج. هذا بسيط جدا. الرسم بالمكياج سهل للغاية. أرى أن ستيلا تحب رسماتي. هذا جيد بالفعل. ماذا تفعل إيلي؟ يا له من مكياج جميل وضعته لنفسي. ماذا؟ بدأتم بالفعل برسم تيجان؟ انتهى الأمر، حان دوري للفوز الآن. أنا بحاجة إلى صرف انتباهكم قليلا. نيك، انظر إلي. ما هذا بأنفي؟ لا، دمرت رسم ستيلا. لا تقلقي، سأصلح كل شيء. لحظة. لا تلمس، لقد دمرت كل شيء. كيف سأصلح الأمر؟ بالضبط، ستيلا سأعطيك رسمتي، يجب أن تفوزي. الحب، حان الوقت لي لرسم التاج. يمكنني أن أصنع فن الأوريغامي. هذه الورقة ستصبح تاجاً ورقياً لطيفاً. لا يشبه التاج، لكنني سأحاول. حان الوقت لتلوين الرسمة. لدي أحمر شفاه أرجواني، بمساعدته سألون كل شيء بسرعة. واو، جميل، لكن كان بإمكاني أن أفعل ما هو أفضل. أنا أريد أن أصنع تاجاً باستخدام اثنين من أحمر الشفاه. سيكون تاجاً جميلاً. سأفعل ذلك أسرع إذا قمت بالرسم بكلتا يدي. كل ما تبقى هو تلوين كل التفاصيل، وكل شيء سيكون جاهز. دعونا نضيف اللمسات الأخيرة. ألون هذه الألمسات. ماذا بعد؟ بالضبط، البريق واللمعان. التاج يجب أن يلمع. أيها اللمعان، افعل ما هو مطلوب. لا تحلموا أن تهزمونني. انتهى الوقت، حان الوقت لإظهار عملكم. بمن سنبدأ؟ تاج ستيلا ملطخ جدا، أنا لا أحبه. ماذا عنك؟ هذا يبدو قليلا مثل التاج، لكنني طلبت رسمة. ماذا فعلت إيلي؟ واو، جميل جدا.
إيلي، لقد رسمت تاجاً جميلاً بشكل لا يصدق. فعلتيها، أنت بالتأكيد تستحق التاج. واو، هذا غير متوقع. هذا أميري مع باقة وردة لطيفة. آه يا إلهي، هذا مخيف. إلا أن أنت ذاهبة أيتها الأميرة. أنت هي أميرتي، لدي تاج ورقي لك. إنه جميل، شكراً لك نيك. هذه لك أيضاً، أنت تستحقي هذه الباقة. ابتعد عني أيها الوحش. أين الجائزة الأخيرة؟ غريب، أين وضعتها؟ أوه، لقد نسيت. سأتذكر الآن، انتظروا. بالضبط، تحت قبعتي، لقد تركتها هناك. إنه خاتم ألماسي، تعرفون القواعد، من يرسمه أفضل يحصل عليه. نيك، توقف عن الشرود، أنا في انتظار أجمل الرسومات. يا له من خاتم مذهل. أوبس، بدأ الوقت. هذه المرة لدينا ألواح مغناطيسية، يمكنني بالتأكيد التعامل معها. لقد أمضيت طفولتي بأكملها في الرسم على هذا اللوح. الفوز بجيبتي. أحتاج إلى الرسم بسرعة حتى أسبق إيلي. رسوماتي ستكون بالتأكيد أكثر جمالاً. ماذا تفعل إيلي؟ واو، يا له من رسم جميل. أريد أن أرسم مثله بالضبط، لكنني بالتأكيد لن أتمكن، وهكذا لن أفوز بالخاتم. سأحل الموضوع. إيلي، انظري هناك. ممتاز، كان هناك رسم والآن لا شيء. حاولي الرسم مجددا، ولكن بقلم خشبي عادي. ماذا حدث؟ أين رسمتي المثالية؟ أحتاج إلى إعادة كل شيء. لماذا لا يرسم؟ هذا قلم حقيقي. نيك، هل فعلت ذلك؟ لم أفعل أي شيء، أنا أرسم رسمتي. حسناً، سوف أتخلص من رسمك الآن. هل يعجبك ذلك؟ لقد مسحت رسمتي، كان يجب أن أفوز. الآن كيف سأزيل هذا المغناطيس؟ لا أستطيع، لقد تعلق بشدة باللوح. إيلي، لقد دمرت كل شيء، أنا بحاجة للتوصل لحل. بالضبط، ستيلا، أعيديني هذا، علي الرسم أفضل من إيلي. لا تأمل حتى. لقد وصل الوقت إلى نهايته، أظهروا أعمالكم الآن. ستيلا، ليس لديك شيء، هذا مرعب. وماذا رسمت إيلي؟ هذا ممتع للغاية. ماذا لدى نيك؟ واو، جميل، لقد رسمتم خواتم جميلة جدا. إذا سأختار الفائز فقط عن طريق القرعة. نيك يفوز. لديك أجمل رسمة، بالتأكيد تستحق هذه الجائزة، تفضل. شكرا. ستيلا، أحضرت لك هذا الخاتم، أنت أميرتي، أريد أن أقدم لك هذا الخاتم الألماسي حتى تعلمي دائما أنني أحبك أنت فقط. كم هذا لطيف، أنا سعيدة جدا يا نيك، هذا الخاتم يليق بي كثيرا. لماذا لم أحصل على الخاتم؟ في الجولة الأولى أريدكم أن تصنعوا لي كيكة كبيرة ولذيذة كهذه. كيكة سهل. حسنا صغيرتي، صنعت الكثير من الكيكات. لجعل الكيكة طرية أحتاج إلى الكثير من الكريمة، بعد ذلك أقص الكيكة على شكل قلب، التالي هو الزينة. أقوم بتزيين الكيكة بشوكولاتة كيكات ومالتيزرز وأمندمز. انظروا كم هي جميلة. أما أنا سأصنع كيكة ذات شكل أكثر غرابة، ستكون كيكتي على شكل قوس قزح. للقيام بذلك علي تقطيعها وقلبها وتلوينها بهذه الكريمة الملونة. الخطوة التالية هي رسم وجه لطيف على الكيكة. المزيد من الكريمة للغيوم البيضاء الجميلة، انظروا إلى هذا الجمال. وأنا أيضا قمت بإعداد قاعدة الكيكة، بعد ذلك أحتاج إلى إذابة الشوكولاتة الوردية وسكبها على هذا القالب الشفاف القاص. سأضيف رشات لامعة صالحة للأكل هناك أيضا. والآن لنزيل القالب الشفاف. أعتقد أن النتيجة ستكون أفضل، لكن لا بأس. كم هذا لطيف. أيها الشيف، لقد صنعت كيكة جميلة ومبتكرة ولذيذة للغاية. جدتي، أنت لم تخيبي أملي أيضا، كعكتك مليئة بالأشياء اللذيذة. والآن كيكة أختي، تبدو فوضوية ولا أحب الطعم أبدا.
لكنني أعرف من هو الفائز، الشيف. أوه، شكراً لك. الآن اسمعوا لي بعض الكاكاو مع المارشميلو. حسناً. لا مشكلة. كاكاو بكل سهولة. عندما كنت طفلة كنت أصنع الكاكاو بانتظام لكيت. لم أنسى كيفية تحضيرها. أسكب الحليب وأضيف إليه القليل من الكاكاو. سيكون طعمه أفضل بهذا الكوب. الكاكاو سهل التحضير، ولكن يمكن تقديمه بطريقة مميزة للغاية. أقوم بتزيين الكاكاو بالكريمة المخفوقة وقطعا صغيرة من المارشميلو. هكذا أفضل بكثير. جدتي لا تلمسي. على ما يبدو أنا الوحيدة المتبقية. سأقوم بتزيين الكاكاو بالكريمة، لكن هذا ليس كل شيء. سأضع حلوى إيمانديمز عليها. الجميع يحبها. والآن بسكويت أوريو وشراب الشوكولاتة. وفي النهاية سأضيف أعواد بوكي. هيا بنا. أختي، الكثير من الزينة. لا يبدو الأمر أنيقا جدا، لكن سأتذوق. شهي. الطعم أهم من كل شيء. جدتي صنعت كاكاو عادي، لكن في كوب لطيف جدا. أحبه، لا بأس به. شيف، ماذا صنعت؟ كل شيء أنيق جدا عندك، والطعم رائع. والفائز هو أختي. هاي، نعم. في هذه الجولة أريد شيبس، اصنعها لي. بالطبع، لن أسمح لأحد بهزيمتي. سوف نرى. أولا علينا تقشير البطاطس بأداة خاصة. انظروا، أنا جدا متطورة جدا. بعد ذلك أحتاج إلى تقطيع البطاطس ووضعها في مقلاة ساخنة مدهونة بالزيت. الأهم هو عدم نسيانهم لكي لا يحترقوا. الآن سأفعل كل شيء بسرعة وببساطة. أقطع البطاطس ثم أضعهم في المقلاة مع الزيت الساخن. وأحمي نفسي بهذا الغطاء. ماذا تفعلي؟ هكذا يمكنك أن تحترقي. بالمناسبة، رقائقي جاهزة بالفعل. سأقوم بإعداد الرقائق من أرغفة الخبز الرقيقة. الجدة لا تعرف ما هي الناتشوز. بالمناسبة، هذا بالضبط ما أحضره. يجب تقطيع الأرغفة إلى مثلثات، ويجب قليها جيدا بالزيت. فقط هكذا. الآن أضع كل شيء على الطبق. التالي يأتي الجبن. الناتشوز بدون صلصة جبن ليست ناتشوز. جميل. والآن أسكبهم على الناتشوز. قطعة ليمون. أنا متعب نوعا ما. هاي، ما المضحك هنا؟ هذا ناتشوز وليس تشيبس. البطاطا احترقت كلها، اللعنة. حسناً، لا بأس. بعض الناس يحبون البطاطس مقرمشة وسوداء قليلاً. سأضيف إليها التوابل لتصبح ألذ. جيد، أتذوق الآن. ليست مثالية، ولكن لا بأس. حسناً كيت، هذا لك. شيبسي جاهز. كل شيء يبدو لذيذ. أختي صنعت شيئاً ليس جميلاً أبداً. وليس حتى لذيذ. مقزز. جدتي صنعت شيبس جميل ومتساوي. سأتذوق. لذيذ أيضا. يبدو أن الشيف قد أعد ناتشوز. بالضبط، لكنني لا أحبهم أبدا. من الواضح أن جدتي تفوز. أنا مسرورة جدا. هذه المرة أريد معكرونة. تم استلام الطلب. حسناً. هذا مخيف، لم أقم بطهي المعكرونة من قبل. أولاً أحتاج إلى طهي السباجيتي. صحيح، إنها طويلة جداً بالنسبة لهذه المقلاة. علي إدخالهم تحت الماء. لا، الأمر لا ينجح. ربما علي كسرهم. من يفعل ذلك؟ عليك وضعهم فقط هكذا. لا مكان للمعكرونة الجاهزة هنا. يمكنني صنعها بنفسي.
آلام ليس بهذه الصعوبة. كل ما أحتاجه هو عجن العجينة، ولجعل الإسباغيتي أكثر غرابة سأقوم بتلوينها بصبغة سوداء. الآن أحتاج إلى ترك العجينة حتى ترتفع لنضبط المنبه. أي ماذا تفعلون؟ حسناً، معكرونتي السوداء الفاخرة جاهزة. علي طرح العجينة بهذا الشوبك ثم تقطيعها إلى شرائح وسلقها وإلى الطبق. بالمناسبة المعكرونة ستكون مع الأخطبوط، إنه طعام راقي. جدتي ما هذا، كاتشب؟ المعكرونة مع الكاتشب لا طعم لها؟ إنها لذيذة، الجميع يحبونها. أي آسفة، المعكرونة خاصتي ملتصقة بالمقلاة. أعتقد أن معكرونتي محترقة، هذا لن يصلح أبدا. عزيزتي لا تستائي. فكرة، هنا يأتي دور المعكرونة سريعة التحضير. دعونا نأمل فقط ألا تكون حارة جدا، وإلا فإن كيت لن تكون محظوظة. هذا فقط فظيع، لكن يبدو لذيذ. شيف، أنا آسفة، بالتأكيد لن أجرب هذا، أنا أخاف جدا من الأخطبوط، بالإضافة إلى أنه قاسي جدا، لا أستطيع قضمه. جدتي، أنا أحب الإسباغيتي مع الكاتشب. لذيذة جدا. وما هذا أختي؟ هذه نودلز، دعونا نتذوقها. لذيذة، لكنها حارة جدا. يا إلهي، كان ذلك مضحكا. أختي مبروك الفوز. ماذا؟ هاي، أنا فزت.